راح يردون راكم مستقبلون ابو الشباب احنا السيسي يقدم مطلب في بتسكيتي لاني واحد من الشعب التونسي والشعب التونسي زكى اعضاء المجلس التاسيسي في الصندوق 23 اكتوبر لذلك اعضاء المجلس التاسيسي عليهم باش يردوا جميل للشعب التونسي يعني لا انا رئيس حزب ولا مواطن تونسي جنسيه تونسيه جيت لهنا يعطيك الصحه بعلم تونسي وبطاقه تعريف فقط وقدمت ترشحه نتاعي والحمد لله وتو باش نتزوج المجلس التاسيسي باش نقدم المطلب باش الاعضاء يزكيوني من غير لا فلوس ولا دينار ولا